سيارتنا إلى سلك وأمنة. بسلك وأمن النبدية مع غرفة التحكم المروري مع المعاون لقمان ناصر الدين. صباح الخير. صباح النور لألو لجميع. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شو وضع طرقاتنا بداية وبالمعلومات؟ من بعض الوقت كان عندنا اصطدام سيارة بالحائط على أوتوستراد جوني المسك الغربي محل تصربة، نتج عنا جريح وتم إزالة الحادث والسير الحركة ناشطة عم تكون بالمكان. نعم. بالنسبة لحركة السير عم تكون ناشطة على مداخل العاصمة 3 وأيضا بداخلها من دون أي عوائق. هذا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للطرقات الجبلية، طريق عينات القار السالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية، باقي الطرقات الجبلية كلها سالكة أمام جميع السيارات. بالنسبة لمجموع محاضر مخالفة قرار التعبئة العامة من بداية تطبيق القرار بلغ 8165 مخالفة، أكيد عبر شاشتكم نتمنى على المواطنين الالتزام بالإجراءات المتبعة من وضع كمامة وأيضا من تباعد اجتماعي حفاظا على سلامتهم. وبالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 4 حوادث نتج عنهم 7 جرحى بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات سرعة زائدة الرادار بلغت 700 مخالفة سرعة زائدة، هيدا كل شيء حتى الساعة. شكرا لك المعاون لقمان نصر الدين من غرفة التحكم المروري ولكل العاملين في هذه الغرفة. أكيد اليوم التنين يعني السيارات المفردة يلي بتحمل أرقام مفردة هي مسموح إنها تسير على الطرقات، يعني 1 3 5 7 9. عمل لك فحص. إذا ممكن يكون الالتزام بهذه الأرقام فقط، لأنه عن جد عند الضرورة القصوى يعني مسموح سير للأرقام بالضرورة القصوى، مش بانتظار شو رح يصير بعد الظهر الساعة 3 اليوم، بما أنه أكيد كلنا صرنا نعرف أنه رئيس الجمهورية العماد مشرعون دعا لاجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع للبحث بالأوضاع الصحية الطارئة ولاتخاذ قرارات، ومن بعد ما رفعت اللجنة المختصة بكورونا توصياتها واللي كمان بدأ التداول فيها أنه رح يكون في إقفال تام وشامل على كل شيء من دون استثناءات لمدة أسبوع، لنشوف شو رح يتخذ القرار بهالمجال.